بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم جميعا أعزائي المشاهدين بكل خير. أرحب بكم أجمل ترحيبة بهذا اليوم، يوم الاثنين الموافق الخامس من شهر ديسمبر لعام 2016 للميلاد، حيث نقل لكم وقائع هذا المهرجان، مهرجان زايد التراثي. بسباق هذا اليوم بجائزة زايد الكبرى أعلنت قبل قليل انطلاقة الشوط السابع بمجموعة أشواط سباق هذا اليوم. هذا الشوط مخصص للجعدان الحجايج، نتمنى للجميع كل التوفيق إن شاء الله. سنحاول أن نعطيكم وصف كامل وواضح عن ما يدور من تحديات من خلال رحلة هذا الشوط. وهنا الأربعة كيلومترات نذهب مباشرة إلى الصدارة. أجد على البداية مرحب أحمد بن سعيد بن حمدان بن راشد النعيمي، هو من يتقدم الأسماء، ينطلق بأولى هذه الجموع المشاركة. المركز الثاني شاهين عبد الله بن سالم الخريباني النعيمي يأتي على المستوى الثاني، بينما المركز الثالث يأتي مشهور عبد الله بن سالم بن رصاص العامري. المركز الرابع يصل بهذه اللحظة الذهب هزاع بن راشد بن محمد الوهيبي. المركز الخامس يتواجد هنا شاهين عمر بن عوض بن عمير الكتبي. المركز السادس تقدم وأيضا انطلاق من شاهين محمد بن محنة بن الويع العامري. والمركز السابع شرط حمد بن ناصر بن رملي العامري. المركز الثامن من الجانب الآخر يتقدم شاهين سعد بن محمد بن سالم بن علي بن جهويل. المركز الثامن يأتي على المركز الثامن من بحمد بن سيبا حميد الشامسي. والمركز العاشر التقدم يأتي بهذه اللحظة من دغاش سعيد بن محمد بن راشد العمري. هكذا هي النتيجة للعشرة الأسماء الأولى المنطلقة والمتقدمة بهذا الشوط، وما زالت المسيرة تسير حاملة معها هذه الأسماء المميزة التي أتت من مختلف ميادين دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة بهذا المهرجان الكبير، مهرجان جائزة زايد الكبرى. الله يا الانطلاق الأول الذهب الذي متصدر هذه الأسماء. يتقدم هذه الجموع المشاركة هزاع بن راشد بن محمد الوهيبي، لكن تابع التقدم من الجانب الآخر. ما شاء الله أسمان بدت بالتقدم والانطلاق من الجانب الآخر، تقدم وعاد إلى البداية. مرحب أحمد بن سعيد بن حمدان بن راشد النعيمي بدأ يتقدم وينطلق إلى البداية، يسيطر على مجريات هذا الشوط. ولكن بو تميم قادم مع مشهور عبد الله بن سالم بن رصاص العامري. وصل زمن جديد وهو مقدام سعيد بن محمد بن سالمين المنصوري. الله يا بن سالمين الذي يقدم لنا مقدام، يغير مجريات الأمور، ينتزع الصدارة، يغادر بهذا الموقع، بدأ يبتعد به عن بقية الأسماء لكي يسجل نقطة تاريخية بهذا المحفل التراثي الكبير. مقدام على الصدارة بقيادة سعيد بن محمد بن سالمين المنصوري. وصلت الأسماء وانطلقت، وصل أصيل مبارك بن محمد بن نصر العامري، وصل أيضا شرط حمد بن ناصر بن رملي العامري. الذهب هزع بن راشد بن محمد الوهيبي، يا سلام مياس سعيد بن محسن بن سالم المحرمي. ولكن مقدام ما زال على موقع الصدارة، ما زال على موقع البداية، هو المدشن لأمتار الكيلو المتر الأخير، الكيلو الأصعب بهذا المسار، الكيلو الأقوى بهذه التحديات. بدأنا نقلص من أمتار هذا الكيلو للوصول للنهاية، للوصول إلى الفوز والانتصار بقيادة مقدام، بتصدر مقدام سعيد بن محمد بن سالمين المنصوري. بينما المركز الثاني شرط حمد بن ناصر بن رملي العامري، وصل الذهب هزاع بن راشد بن محمد الوهيبي، يا سلام الله يا مقدام. بينما من الجانب الآخر واللي وصل وتقدم بهذه اللحظة اسم جديد وأول ظهورا له مشكور حمد بن عبد الله بن عيد المنصوري، يتقدم إلى المركز الثاني. لكن مقدام، شوف انطلاقة مقدام، شوف الاندفاع المميز بالأمتار الأخيرة من مقدام سعيد بن محمد بن سالمين المنصوري. 500 متر الأخيرة الفاصلة عن نهاية رحلة هذا الشوط بقيادة مقدام. بينما المركز الثاني مشكور حمد بن عبد الله بن عيد المنصوري، والقادم وشاهين حميد بن محمد بن سعيد الدرعي. أول ظهورا له بدأ بالتقدم والحركة، ولكن مقدام صامد، هو الأقرب من خط النهاية، هو الأقرب من الناموس والانتصار. بينما المركز الثاني شاهين حميد بن محمد بن سعيد الدرعي، ولكن مقدام بن سالمين هو الذي يحرز نقطة هذا الشوط، يهدي هذا الإنجاز وهذا الانتصار لمالك
سعيد بن محمد بن سالمين المنصوري ويثبت بينه والاسم الأجدر للموقع الأول. سلام سيح صبره، سلام لمحمد بن سالمين المنصوري بمناسبة فوز وقدام هذه لحظة الوصول إلى خط النهاية. بينما المركز الثاني شاهين حميد بن محمد بن سعيد الدرعي، المركز الثالث أول ظهور أيضا لمياس ناصر بن عبد الله بن حمد المنصوري، المركز الرابع لصالح الطياري محمد بن راشد بن حارب آل علي، بينما المركز الخامس مشكور حمد بن عبد الله بن عيد المنصوري. هذه نتيجة الخمس المراكز الأولى، تهانينا والناموس لمالك مقدام سعيد بن محمد بن سالمين المنصوري بمناسبة فوزه بالشوط السابع قاطعا مسافة السباق بست دقائق 4 ثواني جزء واحد من الثانية. بينما من أتى على المركز الثاني أيضا أدى أداء مميز يشكر عليه شاهين حميد بن محمد بن سعيد الدرعي، هو من أتى على المركز الثاني قاطع مسافة السباق 6 دقائق 5 ثواني 6 أجزاء من الثانية. بينما الذي أتى على المركز الثالث حامل رقم 12 مياس ناصر بن عبد الله بن حمد المنصوري، أيضا هذه لحظة وصول إلى خط النهاية قاطعا المسافة ب6 دقائق 8 ثواني و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين.